فرحة طال انتظارها بين جماهير كركوك ومناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني، واليوم تمت بإعادة افتتاح مقر الفرع الثالث للحزب بمراسم رسمية وشعبية حضرها العديد من الشخصيات الحزبية والسياسية والأمنية. اليوم شاركنا مع كوادر وأعضاء الحزب في كركوك وسط جمع جماهيري مبارك. حضورنا اليوم لافتتاح مقر فرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك رسالة موجهة من الرئيس البارزاني إلى كوادر وأعضاء البارتي في كركوك وإلى عموم الشعب الكردستاني بأنه يجب أن يكون البارتي بادر في حفاظ على السلم والأمن المجتمع، حفاظ على التعايش السلمي في كركوك، لطالما دافعنا عن هذا التعايش. الجميع أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المقر والمباشرة في النشاطات الحزبية رسمياً، فالجميع يؤكد أن تواجد الحزب الديمقراطي في كركوك يعني ضمان التعايش السلمي والاستقرار والإعمار، وهذا ليس بالجديد على هذا الحزب العريق الذي له تاريخ حافل في خدمة الإنسانية بشهادة جميع المنصفين. تم اليوم افتتاح المقر بهذه الحشود الموجودة داخل الفرع، وتم نشكر جماهير كركوك الباسلة، جماهير كركوك المناضلة بهذا الترحيب الموجود داخل الفرع. نشكر جماهيرنا، واليوم رجعنا إلى مدينتنا حيث جماهيرنا موجودة في كركوك. كثيرون حضروا لتهنئة الحزب ومباركة إعادة افتتاح المقر الذي سيكون فاتحة خير للجميع في كركوك من أجل الاستقرار وخدمة جميع المكونات. اليوم الحمد لله والشكر فتحنا المقر، وهذا المقر مو بس لنا، مقر للتركمان، مقر للعرب، مقر للمسيحيين، مقر للأكراد، مقر لكل الأهل كركوك. احنا وصية كاك مسعود قال روحوا الكركوك اخدموا كركوك، اخدموا أهل كركوك. احنا المقر مالنا مو بس أنا أجي صبح هنا للدوام، لا، أحب كل الناس يجون لنا، كل الناس شنو عنده ما عنده. افتتاح مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني خطوة نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتآخي والتعايش السلمي الذي يدعو إليه الحزب دائما ويؤكد عليه من خلال الحملات الدعائية لمرشحيه. جيار سعيد، زاغروس تي في، كركوك.